وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت سعادة الأستاذة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن الجائزتين تعكسان ما تقدمه مملكة البحرين من مقومات سياحية وترفيهية متنوعة وجاذبة. هذا الإنجاز العالمي الجديد اللي ترجم ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة بروح فريق البحرين. طبعاً هاي الجائزتين تعكس ما تملكه المملكة من مقومات سياحية وترفيهية متنوعة وجاذبة، تجعلها وجهة للأعراس في المنطقة، مع وجود خيارات ضيافة وفنادق وشواطئ وأنشطة ترفيهية ومراكز تسوق عديدة تلبي أذواق جميع الزوار والضيوف. طبعاً مثل ما احنا نعرف، مملكة البحرين تملك تاريخ حضاري وثقافي حافل باعتبارها ملتقى الشرق والغرب، وتنوع الثقافات والأديان فيها لتكون نموذج يحتذى به في التعايش والمودة وحسن الضيافة لكل ضيف وكل زائر وكل مقيم بنسيج مجتمعي متجانس.